اليوم عندنا تجربة جديدة، أقوى بروتين ميلك شيك كاكاو بترولي الكويت. يلا ليش ترولي؟ في وايد أماكن تبيع، بس للأمانة هذا المكان اللي خليت منه، فراح اتكلم عن المكان اللي خليت منه. وترولي واحده من نقاط البيع بالكويت، فممكن اليوم اسوي عن ترولي، باكر عن مركز صدال العقبه ما ادري وين، يعني ممكن يكون شيء كذي. بالوقت اللي قاعد اصور فيه الوضع الحين مو مستقر يعني بالكويت والمنطقه، فما ادري ان شاء الله يكون تحسن بالوقت اللي نزل فيه الفيديو، والشباب يقدرون يروحون النوادي ويتحركون مثل قبل، بحكم ان النوادي يعني مسكره. اعطيكم بعض الاكونتات والقنوات اللي انا شخصيا اتابعها إذا بغيت أروح النادي، بغيت أعرف لي معلومة، شغلة يمين يسار. كابتن إيهاب فتنس طبعاً واحد منهم، أكيد صديق العزيز، إن شاء الله أشوفه عن قريب إن شاء الله إذا رحنا لندن مرة ثانية. اليوم عندنا منتجات لها علاقة بالنادي، أنا راح أجربها كلها، راح أشرب منها شوتات صغيرة جداً بس أوريكم إياها، يا دوب يعني أذوق حرفياً، ما راح أشرب منها كميات وايد لأن أصلاً أنا ما أروح النادي حالياً وقاطع صار لي يعني كذا سنة. يعني اروح خطافي تشيب وشهر ادفع اشتراك وامشي للاسف، يعني للاسف لا احد يسوي مثل يا جماعه، خلكم مواظبين على النادي، واللي مو قادر يروح النادي حاليا هلا هلا بالرياضات الهوائيه الخنفشاريه. المهم موضوعنا كلش مو نادي وحديد وتمارين، خلينا نجرب منتج يلا بينا. عندنا اليوم جراس فيد صح كذي المفروض تكون، ايكونيك بروتين درينك، في 20 جرام بروتين added sugar يعني شكر زيادة يعني مو حاطين، عندكم 140 سعرة حرارية بهذا 340 ملي. الميزة بهالسوالف يا جماعة خصوصا يوم كنت أروح النادي لما أشربهم أفتك بس خلص، يعني هذا بعد التمرين شيء مثالي راح يكون، وبنفس الوقت طعمه لذيذ يعني خصوصا إذا مسوي دايت تبي شيء كذي يكسر الطعم. ما أتكلم عن هذا، أتكلم عن الأشياء المشابهة حتى يعني ممكن من المنتجات اللي عندنا أو اللي مو موجودة عندنا ممكن نسوي عنهم حلقات بالمستقبل. كاكاو and greens من خضروات وكاكاو، فبنجربه. شوف المحتويات، ملك شيك بروتين نكهة الكاكاو والخضار، ماء بروتين الحليب من العشب الطبيعي، أتوقع يعني ممكن فيجن هذا يعتبر، الهندباء جذر الهندباء مو راضي بي وياي، مسحوق الكاكاو، خلطة خضار، كرنب، بروكلي، السبانخ، النكهات الطبيعية، زيت دوار الشمس العالي الأوليك. طبعا هالسوالف أنا ما أشجع أي واحد ما يدش النادي او ما يتعامل مع النادي يشربها. في علامات هني للامانه مو خبير فيهم وايد، ما في لاكتوز، يعتبر منتج زين للحين، هذا من اللي قريته وايد يعتبر زين، كميه بروتين مثاليه 20 جرام حلوين على 340 ملي لتر. ما بيتكلم عن المواد اللي داخله كثر ما بيتكلم الحين عن الطعم والسعر، وشايفين التغليف شكله حلو صح، الوانه حتى حلوه. السعر دينار و990 فلس مو دينارين، يعني وايد فارقه. فعموما نجرب ونعطيكم الدرجه النهائيه تالي. حلوين للحين التغليف ممتاز، انا اشوف حلو، احس اذا شربت على طول بجسم، ايش رايكم؟ هذا الغلاس الصغير اللي بشرب منه، ما ابي ازيد الكميه، جرعاتي هذه بس عشان لا نطوف. الأمانة أنا ما وراي نادي، ما أدري إيش بسوي فيه تالي. بسم الله. حلوين. فوق التغليف الأولاني في غطاء هني محترم، وفي عندك التغليف اللي هني. حلو 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 حلو. شيء طيب. نصب كمية بسيطة. كثافته زينة والله، يعني أفضل الأوضاع ممكن تخلط بروتين تخليه كذي. ريحته وايد قوية، وايد قوية. بسم الله. توني وانا اشرب عضيت على ضروسي، حسيت ببعض المكونات انها للحين مو مخلوطه، كنا يعني عارفين للحين في بودر شوي، هذا اللي حسيته الامانه. ملك شيك مليق يعني كذي، متخيلين شلون؟ ملك شيك مليق يعني ما في شكر، ما في شيء، في طعم كاكاو خفيف مو واضح وايد، بنفس الوقت الحليب طاغي عليه واحسه وايد دوى يعني كذي طعمه شوي. انا قاعد ذوق كاكاو وهو مو كاكاو، شيء احس كذي تجربه حلوه بالنسبه حق شيء ما في شكر، مو ضايف له شكر زياده.
اوفرول طيب، في لسعه خفيفه احس سبايسي تشي. التقييم نهايه التجربه. نروح حق القنبله جرانيد كارب كيلا. لا حد يعرف شنو يعني كارب كيلا، يا ريت يفيدنا. 24 جرام ب 330 ملي، ما في شكر تقريبا او خفيف الشكر. حلوين المعلومات التغذيه لكل 330، 198 سعره حراريه. هو ستايل الامانه قوي صدق، يعني فعلا كنا قنبله، يعني تحس قط على طول تفجر الدنيا. قد تكون يعني انت عقب ما تشربه تدش النادي تشي تكسر الدنيا، او بعد النادي تهم تكسر الدنيا، وارد وارد. بس الامانه اللمسات اللي عليه فيها فن، فيها فن حلو، ديكور ماله وايد حلو. نبطل وايد سهل وانا بطله، يعني ما لقيت اي صعوبه، فاحس ان هذه فيها مشكله بالتغليف عكس اللي توه. والغصدير اوكي سهل جدا وانا بطله. نخفضه شوي. فادج براوني اسمها. اوكي سعره دينار ربع يا جماعه، بالنسبه حق كميه البروتين، بالنسبه حق شكله دينار ربع يعتبر وايد زين على بروتين جاهز تشي تشربونه على طول حق وقت الزنقات مثلا. اذا انت مو بذهب نفسك دينار ربع يعتبر زين. حلوين نفس الكميه ما نبي نزيد. كثيف، وعاده البروتين يكون كذي. لا انفجر يا جماعه، خافكم بلا صجر. ملك شيك لذيذ، شيء غني شيء. الحليب حلو، البراوني او الكيك حسيت بطعمه حرفيا. يعني هذا ممكن يكون مشروب مو نادي، يعني ما له علاقه بالنادي حتى. هذا مستعد حرفيا اشربه كمشروب طبيعي، كلش ما له علاقه بالنادي. وايد لذيذ وايد، يعني الشكر فيه واضح، ما ادري شلون احس انه في شيء غلط، المفروض انه لو الشكر اللي فيه. طيب طيب طيب، التقييم تالي. نروح حق المنتج الثالث اللي هو باور كرانش بلاست بلاست بلاست، ما انا قادر اقرا الاسم صراحه. بلاست دبل شوكليت، اوكي يعني كاكاو وايد المفروض فيه. 22 جرام، الياف اللي فيه 6 جرامات، جرامين شكر، 355 ملي يا جماعه. هذا تغليفه حلو، شكله يغري للامانه، شكله لذيذ. يعني اللي توه اشكالهم واحد شكله هيلثي والثاني شكله مرعب، هذا شكله لذيذ ما ادري بالشكل كذي. سعره دينارين، سعره دينارين. تغليف الاول اللي فوق، بعدين عندك الغطاء هذا، بعدين عندك تغليف كنا علبه سردين من كثر ما هو مغلفينه بقوه. يعني ابي له لاعب حديد فعلا عشان يبطل التغليف هذا. نصب نفس الكميه مو اكثر، هذا اخفهم ماي مايو زياده، بس لونه غامج يعني كثافته اقل كتماسك تشوفون. بسم الله. طعمه دوا، طعمه وايد دوا، ما بكمله. يعني في طعم كاكاو بس بنفس الوقت طعم دوا، يعني حسيت اني قاعد اشرب ادول مالي هذا، يعني تحس انه شيء مو طبيعي 100% احساس. دينارين اخر منتج، وهذا الشكل التقليدي اللي انا كنت متعارف عليه قبل، انه يكون شكله كنا حليب كي دي دي او شيء كذي، وبنفس الوقت يكون في غطاء مميز. هذا على ايام يوم كنت العب حديد، الحين ما ادري شو الوضع، في اكشنات جديده مثل ما شفتوا. عندنا بريمير بروتين، 30 جرام بروتين، 160 كالوري، جرام واحد شجر، لو فات، 24 فيتامينز، ويقولون ما في ارتفيشال جروث هرمونز، ما في هرمونات نمو مو طبيعيه صناعيه. فا اوكي شيء زين. 325 ملي، دينار و790. ككثافة يا جماعة احس نفس الثالث باور كرانش نفسه. بسم الله. حسافة على جرام الشكر اللي فيه،
كميه بروتين عاليه تعتبر بالنسبه حق ميلك شيك. ميلك شيك بروتين. احسن من اللي قبله بس مو بوايد. راح تعرفون الحين الدرجات. يلا بينا. بعد التجربه اللذيذه هذه من واحد نص ونص واثنين سلامات يعني انا ما راح اشربهم اذا رايح النادي، مستحيل اخذهم حتى لو كانوا افيد يعني كنسبه بروتين، بس بالنسبه لي انا يهمني الطعم اكثر. كل واحد وهدفه. انا خل اروح النادي اول، مشكله مو قاعد اروح النادي، فلي الحكم اكيد الحين بهاللحظه على الطعم. درجات الخدمه يا جماعه الخير، واحنا شرحناها قبل شوي شنو هي درجات الخدمه. درجات الخدمه 12 حق، خل اذكر اسمه يا جماعه، بريمير بروتين، عندكم باور كرانش عطيناه 15، وجرانيت عطيته 20 كقيمه، مثل ما قلنا وايد عالي كفاليو كقيمه مقابل سعر. وهنا عندنا ايكونيك بروتين عطيته 15، راح انسى الاسامي فسموحه قاعد اقراهم لانهم موجهين لكم مو موجهين لي. حلوين. هذه درجات الخدمه من 25. الحين الطعم من 75. درجات الطعم يا جماعه، بريمير بروتين عطيته 30، كرانش بورا كرانش عطيته 23، لا تقولوا ليش 23 مو 25، من 75 نفس اللي دينار 990 نفس الشيء. فهنا عندنا جرانيت عطيته 68، وهنا عندنا ايكونيك اسمه حلو عطيته 45 من 75. حلوين يعني هني من 75 45، هني عندنا 68 23، وهني عندنا 30. توتال الدرجات الحين نتكلم عنهم، خل اقول 1 و2 و3 خلاص عرفتوهم، ها راح تلقونهم مكتوبين بدل لا قاعد اقلب يمين ويسار. دوخه بوليد مو موجود عشان يساعدني، الله يعطيه العافيه، حاليا بوقت اللي احنا قاعد نصور فيه قاعد يقوم بواجبه الوطني، الله يعطيك العافيه ابو وليد ويكثر من امثالك ويعطيهم العافيه شباب، في حال الحين كانوا موجودين وقاعد يساعدون. للامانه ما ادري شنو راح يكون الوضع لحظه نزول الحلقه، العلم عند الله. درجات توتال يا جماعه 42 من 100، 38 من 100، 88 من 100، وعندنا 60 من 100 او بال 100 كيفكم، من او كيفكم انتم حطوا اللي تبون، ما نمل عليكم اي شيء، هذا راينا وهذا تقييمنا الشخصي. بالنهايه شنقول؟ فما الله. سلام عليكم.